السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبقى معانا صبة قواعد مسلحة زي ما انتوا شايفين كده، وهنوريكم في الفيديو طريقة معالجة الخرسانة البديلة للماء بمادة انتسول. انتسول هي مادة معالجة للأسطح الخرسانية الحديثة أثناء الصب لمنع فقدان المية اللي هي تتبخر نتيجة من درجة الحرارة، وده طبعا بيؤدي إلى يعني مشاكل كتير جدا وناس كتير جدا بتشتكي فيها خصوصا في الصيف يعني. فدلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا معانا الصب بتاع الخرسانة، وهنعالج الخرسانة بقى بدل المية هنعالج بمادة انتسول. انتسول مادة ممتازة جدا، هي بتعمل طبقة عازلة لمنع تبخر المياه من الخلطة الخرسانية، ودي طبعا ليه مميزات كبيرة جدا يعني مميزات عندك في انتسول هنا اقتصاديا في التطبيق مقارنة بالطريقة التقليدية للأقمشة المبللة مع توفير الوقت. أول حاجة بتوفر لك الوقت، تاني حاجة بدل الطريقة في طريقة المعالجة بدل المية، وبرضو طريقة الخيش، نجيب خيش مبلل ونفردها على الخرسانة، وده بيمنع فقد المياه. طيب الميزة التانية ايه؟ الميزة التانية بتعمل على منع ظهور الشروخ الشعرية وحدوث الانكماش بعد الصب طبعا، حتى لو عالجت بالمية ودرجة الحرارة كانت عالية هيحدث شروخ شعرية وانكماش، فدي برضو المادة انسول بتمنع كل الكلام ده. تالت ميزة في المادة انتسول الحفاظ على الإجهادات العالية ومنع تكوين الأرتبة الصخرية، هي بتحافظ على الجهد بتاعك يعني، دي برضو ميزة تالتة يعني. مثلا المسلحة دي جهد 300، هي بتحافظ لك على الجهد ده في درجة الحرارة المعينة، وحاجة يعني الصراحة زي ما انتم شايفين كده احنا العامل واقف هنا بيرش المادة انتسول، وزي ما انتم شايفين هي مادة يعني ايه بيضة شوية كده، دي بتعمل طبقة عزل زي ما انتم شايفين كده، العزل واضح اهو، بيبتدي يرش القواعد كلها بعد ما الخرسانة تشك تمام. رابع ميزة بقى مقاومة عالية للصقيع زي ما انتم شايفين كده، بتبتدي بعد ما ترش وتحس ان الخرسانه خلاص يعني قرب الانتهاء من الشك، بتبتدي بقى ترش الماده دي زي ما انتم شايفين كده، هي ماده بيضاء، دي بتعمل طبقه عازله بين الخرسانه تمام، فبالتالي هتمنع تبخر المياه من الخلطه الخرسانيه، فبالتالي هتحافظ على الجهد ومش هيحصل الانكماش ومش هيحصل ان الاجهاد بتاعها يضعف، مش هيحصل تشققات شعريه، فكل دي ميزه كبيره جدا يعني. حتى الطريقه بتاعه المعالجه بالميه برضو يعني بيحصل فيها مشاكل كتير جدا في ظل درجه الحراره العاليه يعني، مهما عملت رشيت ميه بالطريقه مرتين ثلاثه وغرقتها ميه برضو مش هتبقى زي المادة دي، لأنها مادة انتسول بتعزل الخرسانة عن الجو يعني،